السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي بغات الأم حليمة تشارك معكم واحد الوصفة، خاصة حنا كيف ما كنعرفوا فصل الشتاء قاعنا كنصابوا بالرواح الكبار والصغار. بغات تشارك معكم واحد الوصفة من المطبخ ديالها، يعني وهاد الوصفة هذه فيها واحد جوج ديال المكونات اللي متوفرين في جميع المطابخ. وصفة تقليدية، وصفة قديمة، وصفة فعالة، كتلاحظوا النتيجة من أول استعمال. قبل ما نبداو هذه الحلقة تاع اليوم مع أم حليمة، كنتمنى من الناس اللي كيزورونا لأول مرة كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناة ويضغطوا على الزر الأحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بأمر. نعطي الكلمة لأم حليمة باش تعطيكم الوصفة وتعطيكم المكونات ديالها وتسلم عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم، والحمد لله والشكر لله، الله يعاونكم والله يستر عليكم. بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال الزكام ديال الرواح. الى قدر كاين عندكم كل شيء، كاين الحامض عندكم، كاين زيت العود عندكم، تشدوا زيت العود وتسخنوها وتعصروا عليها الحامض حتى يسخن، حتى هو ملي يسخن شويه وتحيدوه تخليوه حتى يبرد، ودهنوا به صدر ديال الكبار وديال الصغار، ودهنوا به صدر الصغار من صدرهم وتحت بيطانهم، ودهنوا به حتى نتوما الكبار، ودهنوا به راس الجبهة ديال الطفل ولا ديال الكبير ولا ديال الصغير، وتغطى. هذا هو الدواء ديال الزكام اللي كاين فيه الزكام. دابا هذه اللي فيه الرواح، اللي فيه الرواح يدير هذا الشيء، يدير الحمض وزيت العود ويديروا يسخن يسخنهم شويه، يسخنهم شويه يدفاو، ويديرهم الطفل، يديرهم الكبير، يديرهم كاع كل بحال سيرهم، بحال الدهنه، بحال القويلبات، بحال الدهنه. هذا احسن من القويلبات ومن السير. نفسروا للناس اللي ما غاديش يفهمونا، ناخذ واحد المعلقه ديال زيت العود كبيره ونعصروا فيها جهد معلقه صغيره ديال الحامض، ونديروهم فوق النار حتى تيدفاو، غير يدفاو، وناخذوا هذاك الزيت مع الحامض الدافين وندلكوا بهم مساج مساج الصدر والظهر والجبهه ديالو، ويتغطى ويتغطى مزيان بنفس الطريقه. الا كان عندنا دري صغير مخنوق حتى هو نديروا ليه ونداوموا عليها 3 ايام، غادي تحسن الراحه واللي لاباس عليه. وهذه الوصفه هذه راها قديمه قديمه، هذه غير ديالنا حنا القدام، ديالنا حنا الكبار، ما عندهمش امكانيات، والناس اللي ما مزيان حتى واخا يكون عندهم امكانيات حتى هو مزيان، هذا مزيان الحمد مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من الحامض يمكن لهم يغيروا الوصفه بوصفه اخرى. فالام حليمه غادي تشارك معكم العديد من الوصفات ان شاء الله، ان شاء الله، وطلبوا ليها طول العمر وتدعوا معاها وانتظروها. قالت لكم انتظروها بزاف ديال الوصفات، بزاف ديال الوصفات ان شاء الله غادي تشارك معكم. الله يستر عليكم، وكنتمنى اخواتي تجربوا هذه الوصفه عليكم. كنتمنى اخواتي الله يشافي الجميع. كنتمنى اخواتي تجربوا هذه الوصفه ديال ام حليمه للتخلص من المشكل ديال الرواح، يعني الزكام. عندنا فيها جوج ديال المكونات كيف ما كتلاحظوا، زيت العود والحامض. هذو جوج المكونات راه زعما زوينين، الناس اللي عندهم حساسيه ديال الحامض يغيروا الوصفه كيف ما دائما كنقولوا. وكنتمنى الا كانت هذه الحلقه تاع الام حليمه نالت الاعجاب ديالكم، كنتمنى تشاركوها مع الاهل والاحباب لتعميم الفائده، جزاكم الله خير. وما تنساوناش طبعا بالدعوات ديالكم والتشجيعات، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن مولى عز وجل.